أجدودن بلا تذمسا أجدودن بلا تذمسا أجدودن ستغاليو تمورت القبيل تربا فنظر ونساقي كثي تسد ولا ترنثى يرسك فرضي يوني النها يوني الولا الورفا ويضي يقول دحركي قمن دوات النيام تدير نسونو غنيو القلن الخدمان المصروف فوري الليو واللزن النامة واللزن النامة ويضري الدوري ولدي تجمو يا رزاكي غيمي خاص تبغى فرنسا وليش تيل الليو الربربي والدسي الخلا شوى المازال يكوني فرنسا بلا شرا زاق تسبب نكوني يوم رنرتي تمن خاصة ذوكلي أبقي راختي غريت روا يودي شوف نوري أو نايوز الحاجة أو نيوه انت قوة ترى ويدي لفرد نثني أو دنت قاسكة في مصدر لا بوليتيكا الجرية أشرار السياسة الجزائرية واللي هما مجلس الأشرار الأمة السرقة الرشوة كلش ماشي سياسة الجمهورية وكلوا عليها الأوندي كافي سكتوا على أربعة ما قلتوا حتى شي راهي جاية الخامسة فطنوا يا ولاد بلادي اغتيال شبابنا بالكره والتعدي قرصوا برصاص علينا حرقوا غابة جدادي شكون هما الخوانة كلش تفضح يا الجزائري بينتهم صراديقة كل واحد يقول هذا وهذه الجنرالات نتاع دركا هما اللي كانوا من بكري حكموا الهامل حكموا الهامل بالغبرة ما فاتش من با في البروسي وطيب بن حماء ويحيى عمرو الحبس بخواتي كيفاش خلوه في الحرية كيفاش خلوه في الحرية اللي نعرفوه إرهابي يا أخي شفناه في الغابة في الموه مع العماري القايد الصالح 79 سنة مازال ولاصق على الكرسي الشباب القاريين مرمية حتى واحد ما يحكي لي سويسيد والحراقة الدولة اللي بغات هذا الشيء لونساج خدعة كيف تسلف الحقي البترول الغاز الموارد الاقتصادية هذو الدو كل شيء تندوف بالحديد انتهى ما يكونش في البلاد الصوالي البيع وشراء مع أوروبا شكون مورا هذا الشيء وراهي المحاسبة انتهى البوردالجي وطورت أست ويست كتلوها وين كنتو يا الديبيتي التقشف عبية الخوة الوزراء وكل بستي الوئام والمصالحة تبهديلة راشي هذو ما يأمنوا بالسنة وما على بالهمش بربي شكب خليل يا عجبك لقى حاسي الدوه للحبس الزعمة شي شهور من البيري وكبار الافتراءات والكذبة خرجوا من لسان البدوي صح صح في الدوزيام مونتا السعيد كان كونسيي وبصح دركا هو الرئيس الحقيقي مورخوه تخبى يقول انا خاطيني خدم كاع واش بغى على جال مشكل عائلي الجيش الدارك الشرطه هو اللي حاكم كل شيء كيشغل واد زياد في تركيا دار بلون وراه ماشي الاعلام قانون العداله برنامج مافيوزي شرع غير علينا هما مافيا اوتوريزي لو كان ما نوضوش على حقوقنا يصرى فينا قاشي هادو بغاو يعذبونا شوفوا مليحه على كلمتي هضرت لكم بالعربيه هضرت لكم بالعربيه تعرفوني انا قبيلي ما عندي حتى عنصريه الدم نتاعي امازيغي باه تفهموا واش يصرى ويصرى كذبوا عليكم من فكري ياك يقولوا صراحه راحه مانيش انسان سياسي نعبر بالشعر والادله على السكوات مانيش راضي الحقيقه انا نقولها معطب وصاني على هذا الشيء الحقيقه دائما نقولها معطب هو اللي رباني اين الكي كيمبورت لي بيري لي ساكريفيس دان نوم دان بوبل كونت لو ديستان دو لومانيتي طونجو تنمير تنوال